والسلام على رسول الله وعلى وعلى آله وأصحابه وأزواجه اهتدى بهداه ما صدرات أحسن القصص فضيلة الشيخ فايز بن صبيح الشمل حفظه الله. ما زلنا في قصة سليمان عليه السلام. قال ملك سليمان الذي لا ينبغي لأحد من بعده، قال قد استجاب الله تعالى لسليمان حين سأله وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، فأعطاه الله تعالى ملكا لا يكون لأحد من بعده من الناس، فعلمه منطق الطير والحيوان وسخره له وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء كل شيء يحتاجه الملك أو الملك، وأسلنا له حين القط أي أذبنا له النحاس فكان ينبع كعين الماء من الأرض، ولسليمان الريح ودلوها شهر ورواحها شهر، أي تسير الريح في اليوم عن شهرين، في الغداة أول النهار عن شهر، وفي الرواح آخر النهار عن شهر، فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، أي كانت له لينة تسير له حيث أراد من البلاد، وسخر له الجن والشياطين عمالا يعملون له ما يشاء، ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. قال أعمال الجن سليمان وأنواعهم. قال كان من عمل الجن سليمان بناء الأبنية والغوص في الماء لاستخراج ما أراد. قال تعالى والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد، أي وآخرين مقيدين بالسلاسل إلى أعناقهم، وذلك لعصيانهم لأمر سليمان. وقال تعالى ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير، يعملون له ما يشاء من محاريب أي للعبادة وتماثيل أي صور مجسمة على هيئة الإنسان وغيره، وقد كان ذلك مباحا في شريعتهم، وجفان كالجواز والجفنة هي القصعة كالحوض، وقدور الراسيات وهي قدور الطبخ الراسيات الكبيرة الثابتة. وقال تعالى ويعملون عملا دون ذلك ومن تباطأ منهم يسمى شيطانا والماكر منهم يسمى عفريتا. قال تفلت عفريت من الجن على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تفلت عفريت من الجن على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصلي ليقطع عليه صلاته، فعفى عنه لدعوة سليمان عليه السلام، وذلك لأن الله تعالى وهبه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، فسخر الله له الجن فقال ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه. وجاء في الحديث الذي خرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وآله وسلم إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة ليقطع علي الصلاة فأمكنني الله منه، فأردت أن أربطه إلى سارية يعني على عمود من سواري المسجد حتى تصبح وتنظر إليه كلكم، فذكرت قول أخي سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فرده الله خاسئا. قال جنود سليمان، أعطى الله تعالى سليمان جندا لم يعطهم لأحد من بعده، ففيهم الإنس والجن والطير. قال الله تعالى وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم ينزعون، يعني موزعين بنظام لا يتقدم أحد عن مكانه. هذا صلى الله عليه وسلم محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.